السلام عليكم. كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى من الله كلكم تكونوا لاباس، وكنتمنى من الله كلكم تكونوا في صحة جيدة. اليوم شفت واحد الفيديو صراحة قلبي تألم وبكيت حتى بالدموع. داكشي اللي شت وكيزعزع الخاطر انه كيعذب الانسان. داكشي اللي شت كيمرض القلب. حشومه نشوفو بحال داكشي، وحشومه نشوفو بحال داك الفيديو اصلا. وانا بارطاجيتو عندي باش الناس يشوفوا داك الحاله وداكشي اللي وقع ديك البنيته الصغيره. بقات فيا بزاف. صراحة من تفرج في الفيديو بقى قدام عينيا، بقى الصورة ديالها قدام عينيا، مبغاش حيد. تلفت ضغط، ما عرفت شنو غادي ندير. كنلقى أم، والأم اللي هي معروف على العطف والعاطفة والحنان، أم اللي هي معروف عليها أن الأم هي عندها شق من رحمة الله عز وجل. الأم اللي كتحن على بناتها، الأم اللي كترأف على وليداتها. مشو حتى الحيوانات وكنلقاو الأم أنها كتدافع بقوة على الوليدات ديالها. نمشيو للطيور وكنلقاو الام انها كتدافع على الوليدات ديالها. نمشيو في ممشينا، لا من الحشرات ولا من الحيوانات ولا من الطيور ولا حتى من الاسماك، ان الام دائما تدافع على اولادها. لكن هذه الام اللي شفنا اليوم اللي هي شاده بنتها كتكويها بفرشيط بسبب خطا صغير دارته ديك البنيته، هاد الشيء كيألم القلب. وهذه ماشي تربية، هذا سوء أدب في التربية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصناش باش نربي وليداتنا بحال هكا. كاين فهم ديال التربية وكيفاش نربي وليداتنا، وكاين كيفاش نوصل وليداتنا أن هاد الحاجة مزيانة وهاد الحاجة ما مزياناش، وكاين كيفاش نوصلوا لهم الحمد لله كل شيء. حتى الوليدات يترباو الحمد لله ويولوا بخير وتكون الامور كلها بخير وعلى خير. اما نلقاو الام هي منبع الحياه ومنبع الحنان، كتعذب ديك الطفله البريئه، ديك البنيته الصغيره بداك العذاب. فهذا والله يحز في القلب حشومه. حشومة لأي أم أنك تدير وليدها بحال هكاك، عيب أي أم أنك تدير وليدها بحال هكاك. والبنت مسكينة والله كتستنجد، يعني كتطلب فيهم، كتستنجد بالأم وكتقول كتطلب داك اللي كيصور باش ما تعذبهاش داك العذاب، باش ما تكويهاش، باش ما تحرقهاش. لأن بنتها صغيرة ما عارفاش ولو تخطأ، ما عارفاش بنت صغيرة أنها ما عارفاش أنها تخطأ. لا خطأت فهي بنت، فهي مازال في طور الإنجاز، فهي مازال كتعلم. هي مازال خاصنا نعلموها، خاصنا نكونوا لها عقلها، خاصها البنت توصل واحد الهدف اللي ما شاء الله. البنت توصل واحد النقطة اللي هي زوينة، فمن هذه النقطة هذه بعدا البنت خاصها تمشي عند الطب النفسي أولا، لأن البنت تولي عندها عقدة نفسية، البنت تولي عندها صدمة نفسية، تولي عندها هلع وخوف حتى من الأم. للأم كتحضن على وليداتها لأن الأم عاطفية عكس الأب. الأب تكون عقل وعاطفة، الأم عاطفية أكثر ما هي عقلانية. البنيتة مسكينة عتمرض، فخاص تمشي للطب النفسي وخاصها تعالج
باش ما تعقدش، لان من هذه النقطه هذه نقدر نخرج تخرج ديك الام على هذيك البنيته وتكبر ديك البنيته وتنحرف، ونولي نقولوا هذيك البنت انحرفات، لكن في الاصل انها في الصغر دار واحد المشكل اللي خلى ديك البنت تنحرف بسبب سوء التربيه. الله يجزيكم بخير. اللي عنده شي وليد ولا شي بنيته يعاملوا، باقي صغير ما كيعرفش، الولد ولا البنت باقي صغير ما كيعرفش انه مازال كيتلقى، انه مازال كيكوبي، مازال ما تيكوليش. خاص الانسان يعرف شنو كيدير في الحياه. ما تخرجوش على وليداتكم، ما تعذبوش وليداتكم، الحياه قصيره. نحاولوا نربي وليداتنا واحد التربيه حسنه، واحد التربيه زوينه، نعطيهم داكشي اللي بغاو على قدر المستطاع، ونعلمهم شي حاجه اللي زوينه وتكون مزيانه وتكون ايجابيه. ما تكونوش بحال داك الام اللي شنا داك النهار المغاربه كلهم، وانا كنشوف التعاليق كلشي بقات في ديك البنيته اللي هي كتكويها الام ديالها بفرشيط، وكتقول لها انا شحال هادي تهنيت منك، ما تنسيش حملتي بها ورضعتي وكبرتي، وفي الاخر تقولي انك تهنيتي منها، فهذا كيدل اختي انت اللي عذبتي البنت ديالك انك مريضه نفسيا، خاصك انت تعالجي. وقبل هذا الشيء ما خاصكش تعالجي، خاصنا نعالجوا البنيته اللي مازال صغيره ومازال في طور الانجاز، ومازال ديك البنت تعطي، وتقدر ديك البنت تعطي للمغرب بزاف ديال الحوايج. حشومه، عار، عيب، بنت صغيره تعذب بديك الطريقه البشعه، ديك الطريقه ديال الوحوش ماشي ديال بني ادم. كنتمنى من الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا، والله يحفظ بلادنا، والله يحفظ مالكنا، والسلام عليكم ورحمه الله.